السلام عليكم. في هذا الفيديو سنتعلم كيف نحول النص إلى فيديو مجانا وباستخدام الذكاء الاصطناعي، وأيضا كيفية جعل أفاتر أو صورة مثلى تتحدث وتقوم بتقديم محتوى. تابع الشرح للنهاية. شرحنا قبل كده موقع هيجن.com، الموقع المتخصص في تحويل النص الى فيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، وكمان كان يقدر يضيف لك خاصية ان انت تضيف افاتار او صورة متكلمة تقدم المحتوى بالنيابة عنك. لكن للأسف ان الموقع ده مش مجاني وبيتعامل معاك بنظام الكريدت او النقط، يعني اول ما تسجل فيه هيديك نقطة واحدة ببلاش، وبعد كده هيبتدي يطلب منك اشتراك، ولو جينا بصينا على قيمة الاسعار هنلاقي ان اسعاره مش رخيصة خالص. فانا قعدت ودورت وجبت لكم بديل يغنيكم تمام عن موقع هيجن.com، وبيقدم نفس الخدمة وهي تحويل النص الى فيديو، وكمان بيخلي الذكاء الاصطناعي يعمل لك افاتار او صورة متكلمة هي اللي تقدم المحتوى بالنيابة عنك. بس قبل ما اقول لكم الموقع ايه، يا ريت ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. موقع النهاردة اللي هنستخدمه في الشرح هو موقع fitnose.ai. الموقع ده عبارة عن شبيه لموقع هيجن.com، بيقدم فيه نفس الفكرة، ولكن المختلف في الموقع ده ان هو بيديك دقيقة مجانية لمدة كل يوم، يعني كل يوم ليك دقيقة مجانية بتتجدد ليك، وهو ده سيستم الموقع في الوقت الحالي. طبعا انت لو حبيت تعلي عن الدقيقة دي من حقك تشترك في الموقع ده. لو جينا بصينا طيب على اسعار الاشتراكات هتلاقي فرق رهيب في الاسعار ما بينه وما بين موقع هيجن.com، يعني اسعار مقبولة ومتواضعة جدا، ارخص من هيجن. ففي فيديو النهاردة انا هشرح لكم كل حاجة عن موقع فيدنوز وكل حاجة موجودة فيه، وهسيب لكم كمان رابط الموقع ده في صندوق الوصف. بعد ما بتسجل دخول بإيميلك عادي جدا بتظهر لك الصفحة الرئيسية أو الشاشة الرئيسية بتاعت الموقع ده. عندك أول حاجة هنا لو جينا بصينا دي بعض القوالب والشخصيات الموجودة، وهنستعرض كل ده مع بعض. لو جينا هنا دوسنا على قوالب هيفتح لنا مجموعة من التمبلت الجاهزة أو القوالب الجاهزة للفيديوهات. كل اللي عليك إن أنت تاخد الفيديو وتعدل فيه بحسب ذوقك الشخصي، وبعدين تعمل له داونلود وترفعه. والحلو كمان إن عندنا هنا فيديوهات وأقسام لجميع الأنواع من الفيديوهات والترويج، يعني مثلا عندنا التوتوريال او محتوى تعليمي، لو عندنا السوشيال ميديا لو انت حابب تعمل محتوى على السوشيال ميديا، وهنا عندك الفيستيفال او المناسبات الشائعه، يعني هنا كده عاملين مناسبه الفالنتاين، وهنا مناسبه راس السنه، وهنا في برضو الاخبار لو حابب تعمل محتوى عن الاخبار والبيزنس، وغيرهم كتير من القوائم. وكمان لو جينا هنا عند القوائم اللي بشكل عمودي او القوالب اللي بشكل عمودي هتلاقي ان التصميمات مختلفه عن التصميمات الافقيه. لو جينا هنا بصينا على Breaking News أو على Festival هتلاقي هنا برضو القوالب والتصميمات مختلفة عن الأفقية، التصميمات الأفقية. نيجي بقى عند صور رمزية، وأول حاجة معانا هي الأفاتار. الأفاتار ده الشخصيات أو الصور الموجودة على الموقع، واللي انت كل اللي عليك ان انت تضيف لهم الكلام وتختار الصوت اللي انت عايزهم يتكلموا بيه ويعملوا لك المحتوى اللي انت عايزه. ودي مجموعة كبيرة جدا من الأفاتارات تقدر تختار منهم اللي انت عايزه. في ميزة دي، وفي كمان ميزة صور تتحدث. لو جينا فتحناها كده ايه بقى صور تتحدث ده؟ ده عبارة عن صور افاتار عادية جدا زي اللي قبلها، ولكن دي الصوت بتاعها جاي معاها جاهز، بدل ما تقعد تدور في وسط الاصوات على ايه اكتر صوت مناسب، عندك كل شخصية جاي معاها الصوت بتاعها. يعني مثلا لو جينا بصينا على حمزة هيفتح لك الصفحة بتاعت الافاتار ده بالشكل اللي انتوا شايفينه. طيب تيجي نسمع الصوت بتاعه. Welcome to VidNuts. Let's create some engaging videos together. كمان تقدر تعدل على الافاتار ده لو مش عندك الصوت بتاعه، او تعدل على الصورة بتاعته ولو عايز تعمل بيه فيديو على طول، بتدوس على انشاء فيديو مع هذا الافاتار وبتختار بعد الفيديو بتاعك وبتبدأ في مرحلة انشاء الفيديو، ودي هنتكلم عنها بالتفاصيل قدام شوية. كمان ميزة رائعة جدا وعجبتني في الموقع ده وهي الافاتار المخصص. تقدر تصور نفسك بفيديو مدته من 3 ل 5 دقايق وترفعه على موقع vidnose.ai، تبعته على الايميل الخاص بيهم وهم يردوا عليك ويعملوا صورتك افاتار مخصص تقدر تستخدمه انت لو انت مش حابب تقدم المحتوى بنفسك او على طول، او حابب او ما عندكش كاميرا. كمان معانا هنا في استنساخ الاصوات، زي ما انتم شايفين دي مكتبه الاصوات الخاصه بالموقع بتاعنا، هتلاقي كل اللغات تقريبا وكل الجنسيات. يعني لو جينا هنا على اللغه واخترنا عربي واخترنا الجنس بيقول لك ذكر ولا انثى، خلينا نقول ذكر. وفي كمان تصنيفات انت عايز المعلق او اللي بيقدم خدمة الصوت ده يكون ايه اللي موجود فيه. يعني مثلا السيناريو، انت بتقدم محتوى عبارة عن رياضي ولا العاب ولا عن الالعاب الاعلانات ولا عن التعليم ولا المهنة، عايزه يكون
بروفيشنال ولا مدرس ولا رجل اعمال، والعمر عايزه كبير ولا صغير. بتقدر تختار الميزات دي كلها وتطبقها، والموقع بيجيب لك على اساسها الصوت المناسب. احنا مثلا نختار بعض الاشياء دي بالشكل ده ونقول له تطبيق. وزي ما انتم شايفين دي كل الاصوات اللي ليها علاقه بالتصنيفات اللي احنا اخترناها، وتقدر تختار منها. يعني لو جينا مثلا نشوف حامد في بلوس اي اي، تحول فكرتك الى فيديوهات عاليه الجوده مع شخصيات افتراضيه. وكمان في ميزة في الموقع ده وهي استنساخ الأصوات، برضو نفس فكرة استنساخ الفيديو أو إن أنت تحول نفسك لفيديو لأفاتار. يعني أنت بترفع مقطع صوتي مدته من دقيقة لثلاث دقايق، ولو حابب تسجله من على الكمبيوتر بتاعك مباشرة مفيش مشكلة، لو حابب ترفع ملف أنت محضره مثلا مفيش مشكلة. بس للأسف الميزة دي وميزة الأفاتار في الخطة المدفوعة، لو حابب تشترك هي سعرها رخيص جدا حوالي 10 دولار. نيجي بقى على أهم جزئية في فيديو النهاردة وهي إنشاء فيديو. ندوس هنا على إنشاء فيديو. لو عايز تعمل مشروع معين بتختار من وسط القوالب دي كلها وبتبدأ المشروع. انا عن نفسي هبدأ مشروع جديد، بختار ابعاد الفيديو عايزها افقي ولا عمودي. انا اختاره عمودي. زي ما انتم شايفين بتظهر معنا الصفحة اللي هننشئ فيها المشهد بتاعنا. اول حاجة بنختارها الخلفية بتاعت الفيديو بتاعنا، عايزينها صورة ولا عايزينها فيديو. عندك هنا فيديوهات جاهزة تقدر تختار منها اي تصميم يعجبك. كمان تقدر ترفع الخلفية المفضلة ليك او اللي انت شايفها مناسبة للفيديو بتاعك. انا عن نفسي هختار خلفية مثلا ليها علاقة بالتكنولوجي شوية. انا بدور على حاجة 9:16 بس الظاهر مفيش، فاحنا ممكن نختار خلفية صورة. ممكن مثلا نختار الخلفية دي، نيجي على تكنولوجي برضو نختار اي خلفية من الخلفيات دي، وليكن على سبيل المثال مثلا الخلفية دي. طبعا الناس اللي شايفة الفيديو دلوقتي بتقولي احنا ملاحظين ان في علامة مائية. ما هو الموقع ده للأسف بيديك دقيقة دي، والخطة اللي هو بيديها لك دي بيسيب لك فيها علامة مائية. لكن تابعوا معايا الفيديو للنهاية علشان تعرفوا ازاي نشيل العلامة المائية دي. بعد كده بنبتدي نختار الأفاتار بتاعنا أو الصورة المتحدثة. يعني لو انت حابب تختار ده أو ده، أنا عن نفسي هختار الأفاتار. هختار مثلا أي شخصية، وليكن مثلا الشخصية دي. كمان في ميزة وهي ان انت تقدر تعدل في شخصية الافاتار ذات نفسه. يعني مثلا لو حابب تخليه نص جسم بالشكل ده او الصورة دي زي ما انتوا شايفين، او يبقى كده راسه مربع بحيث ان انت تصغره مثلا لو هيعمل رياكت على حاجة، او راسه دائري زي نظام الاستريمات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وكمان تقدر تعدل الخلفية اللي وراه دي تخليها بأي لون بالشكل ده. انا نفسي هختار نص جسم وهخليه كده. كمان تقدر تضيف الملفات بتاعتك اللي انت عايزها عن طريق ان انت تدوس على كمان بتختار من هنا اللغات او اللهجة اللي انت عايز الشخص او الافاتار بتاعك يتكلم بيها. احنا هنختار عربي. انا هختار مثلا حمد في بلوس اي اي. تمام، انا هختارها اقول موافق. بعد كده نضيف بقى العناصر بتاعتنا اللي احنا عايزين نضيفها على الفيديو، وليكن مثلا لو جينا دوسنا على الشكل او الاشكال دي، برضك اشكال ممكن تضيفها للفيديو بتاعك لو حابب تصمم فيه وتعدل فيه. بنقول على ملصق. هنا دي شوية علامات او استيكرات بتضيفها للفيديو بتاعك بحيث ان هي تديلك شكل جمالي. مثلا سبسكرايب، ياريت تعملوا سبسكرايب يا شباب علشان ده بيدعم القناة وبيساعد على نشر المحتوى اكتر، وتعملوا لايك عشان ده بيساعد في انتشار الفيديو زي ما انتوا شايفين. طيب تيجي نسمع بقى الصوت بتاعنا بقى عامل ازاي. شكرا لكم على دعمكم الدائم. لو لاحظتوا هتلاقوا ان الصوت او الكلام اللي بيتقال مش عربي كويس قوي، او مش احسن حاجه في اللغه العربيه. ده لان الذكاء الاصطناعي ما بيقدرش يقرا التشكيل العربي او يقوله بالنطق العربي الصحيح، هو متبرمج ان هو يقرا الكلام اللي قدامه زي ما هو مكتوب. لكن مثلا الهمزه او الضم والكسر والفتح ده مش في برمجياته. لكن لو انت ضفت الكلام ده للتوست بتاعك او التكست بتاعك هيقراه. طب احنا نشكل الكلام ازاي؟ وده عن طريق موقع شكلي. الموقع ده كل اللي عليك ان انت بتاخد النص بتاعك كوبي وبتحطه في الموقع ده بيست، وبتختار التشكيل انت عايزه تشكيل كامل ولا تشكيل اخر الكلمات ولا تشكيل الزامي. انا اختار تشكيل كامل واقول له ابدا التشكيل. زي ما انتم شايفين هو شكل لي الكلام في اقل من دقيقه واحده. رابط الموقع ده هسيبه لكم في صندوق الوصف تحت. بتاخد الكلام ده كوبي وتحطه هنا بيست، ونيجي نسمع مع بعض كده الكلام بعد التعديل.
شكرا لكم على دعمكم الدائم. زي ما انتوا كده شايفين تقدر تضيف موسيقى في الموقع ده، ومفر لك مكتبة كبيرة جدا من الموسيقى تقدر تختار منها اللي انت عايزه، بس انا ما انصحكش بكده الصراحة لان دي ممكن يكون عليها حقوق طبع ونشر، ممكن تضر لك الفيديو بتاعك. طيب الناس بتقول لي دلوقتي هو ليه الافاتار مش بيحرك بقه؟ خلينا ندوس على انشاء وبس كده، هياخدك على الصفحة الشخصية بتاعتك اللي هي انشاءاتي، اللي هي انت عملت فيها الملفات او الفيديوهات بتاعتك اللي قبل كده، بتنتظر شوية لحد ما يعمل لك الفيديو بتاعك. لكده الفيديو اتعمل معانا، ولو جينا هنا على تحميل بيقول لك عايز تحمله 720 بي ولا 1080، للأسف 1080 في الخطة المدفوعة، فاحنا هناخد 720. ولو انت قاعد لغاية دلوقتي علشان تعرف ازاي تشيل العلامة المائية بشكل مجاني، فانا حابب اشكرك جدا على ان انت كملت الفيديو لغاية اللحظة دي. اكتب لي تحت في الكومنتات ان انت كملت الفيديو لغاية اللحظة دي. نيجي بقى على اخر خطوة وهي ازالة العلامة المائية. نفتح اي برنامج مونتاج انت بتستخدمه، انا بستخدم عن نفسي كاب كات. هنيجي عند الاسكيل او الزوم بتاع الفيديو ونكبر كده شوية. لو حابب تظبط الطول اكتر تقدر تقفل الخاصية دي وتظبط الطول انت بمعرفتك. انا عن نفسي هخليها زي ما كانت 115 كده، بحيث ان الطول يبقى شبه العرض، ودي النتيجة النهائية بتاعتنا. شكرا لكم على دعمكم الدائم.